ومن باريس تنضم إلينا جيهان جادو، منسق حملة مواطن في فرنسا. يعني أستاذة جيهان، كيف حال المصريين في الخارج اليوم؟ اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. والحقيقه النهارده يعني شهدت يعني المقر الانتخابي لابناء الجاليه المصريه بفرنسا، السفاره المصريه طبعا شهدت النهارده عدد لا باس به فعلا من المواطنين المصريين. يعني فتحت ابوابها اليوم في الساعه 9 صباحا، ويعني ان شاء الله امامنا يعني ما قرب الساعه او ساعه ونص على اغلاق الصناديق لليوم الاول. الاقبال اليوم كان نعتبره جيد الحقيقه، لان النهارده اليوم هو يوم عمل رسمي هنا بفرنسا، لكن ده لم يمنع ابدا ابناء الجاليه المصريه ان هم يتوافدون الى المقر الانتخابي في السفاره المصريه باصواتهم. عايزه اقول لحضرتك كمان النهارده كان الحقيقة كل الأطياف موجودة، يعني كبار السن، المرأة المصرية، الأطفال، الطلبة، الوافدين الذين لهم حق طبعا الانتخاب. فطبعا النهاردة الحمد لله كان في إقبال فعلا جيد على العملية الانتخابية. طب أستاذة جيهان، يعني بما أنك منسق في حملة مواطن في فرنسا، أكيد كان هناك بعض التنسيقات أو التحضيرات والتوعية أيضا للمواطن المصري في فرنسا على حقه في الاقتراع. نعم، بكل تأكيد يا فندم، احنا بدأنا العمل فعليا على أرض الواقع منذ 3 أشهر تستبق العملية الانتخابية. الحقيقة احنا في تواصل دائم مع أبناء الجالية، ليس فقط في فرنسا لكن بين المصريين في الخارج عامة، في جميع الجاليات. وقمنا بعمل أكثر من فعالية لتوعية والحث على أهمية المشاركة، وأيضا تذليل الصعوبات أمام أي ناخب. هناك غرفة عمليات للرد على الأسئلة، وأيضا على أي شيء يتعلق بالعملية الانتخابية. لذلك اليوم لم نشهد أي صعوبات أو أي يعني مشاكل واجهتنا في هذا الإطار، لأن الحقيقة السفارة المصرية والقنصلية المصرية هنا في فرنسا قاموا بدورهم على أكمل وجه، وحاولوا بقدر المستطاع تذليل كل الصعاب وكافة الصعاب للناخبين. أستاذة جيهان، أنا يعني عايزة يعني أتوجه بالسؤال لحضرتك عن الأعمار المشاركة في الاقتراع، هل بتتفاوت أو هناك جيل بعينه هو الحريص على الإدلاء بالصوت؟ والله انا الحقيقه اليوم من داخل المقر او مقر اللجنه، انا عايزه اقول لحضرتك ان يعني في كل الاعمار كانت يعني متواجده اليوم. المراه المصريه جاءت بكثافه، ايضا يعني ايضا الطلبه والشباب المصري فعلا كان موجود. ويمكن عايزه اقول لحضرتك ان ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا الحقيقه رصدنا يعني بعض النماذج الحقيقه المشرفه اللي هي برغم البرد القارس في فرنسا هذه الايام، لكن لم يمنعهم ابدا من يعني توجه الى مقر السفاره للادلاء باصواتهم، فكان حاجه مشرفه لنا جميعا الحقيقه. نعم، هل هناك رسالة من مصرية بالخارج للمصريين في الداخل؟ المصرية في الخارج عايزة تقول لكل مصري والداخل، انزلوا وخليكوا إيجابيين وشاركوا بكثافة، لأن مصر تستحق الكثير. الحقيقة كل إنسان حر شريف بيخاف على بلده لازم يكون ليه يعني مشاركة فعالة، ولازم يكون على قرار مصر. احنا بنتمنى لها إن شاء الله لينا وأولادنا. أستاذة جيهان، يعني أكيد هناك بعض الحوارات على هامش المشاركة ما بين العائلات بعضهم بعض، وأيضا ما بين الشباب كما ذكرتي في تواجد هؤلاء الشباب للمشاركة في حق الاقتراع. ما هي مطالبهم الجمهورية الجديدة وفي مصر بشكل عام؟ طبعا أهم مطالب، أهم حاجة يعني تركزوا عليها دايما الاتصال طبعا، ده اهم شيء، لان هم الحقيقه الازمه الاخيره المنطقه العربيه يعني استشعرتنا فعلا الحس على مصر. طبعا ده كان في دافع لعدد الكل يعني حاجه ان هو
بيحافظ على تراب البلد، فطبعا يعني يمكن اهم المطالب اللي هي يعني الموضوع الاقتصادي اليوميه والاقتصادي. نعم بالضبط يا فندم. ولكن في هذه الانتخابات تحديدا أعتقد أن المشهد بيختلف نظرا للضغوط فيما حول مصر من مشاكل كثيرة تحيط بها، فيكون الأمن القومي هو على رأس الأولويات للمواطن المصري سواء كان في الداخل أو في الخارج. أستاذة جيهان جادو منسق حملة مواطن في فرنسا، شكرا جزيلا لك.